إسرائيلي يبدأ عملية الجرف الصامد في غزة وإصابة 22 فلسطينيا في سلسلة غارات جوية على القطاع. في كلمته بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، السيسي يدعو المصريين لمشاركته في تحمل الظروف الصعبة من أجل مستقبل أفضل للبلاد. مسلحو داعش يقتلون عددا من قيادي الفصائل المسلحة بالفلوجة لرفضهم تقديم البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، جولتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة. أهلا بكم، مرحبا بكم. نبدأ مع الشأن الفلسطيني، حيث أصيب 22 فلسطينيا من بينهم 7 أطفال وثلاث سيدات في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي مع بدء عملية عسكرية جوية على قطاع غزة. يأتي هذا بالتزامن مع بدء عملية عسكرية برية يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، أطلق عليها الجرف الصامد. كما شنت طائراته الحربية أكثر من 60 غارة على عدة مناطق في وسط وشمالي القطاع. وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن قيادة الجيش أعدت عملية تتصاعد بصورة تدريجية وفقا لتطورات على الأرض. كما يواصل حشد القوات البرية بمحاذاة قطاع غزة استعدادا لأن تشمل العملية اقتحاما بريا. سلسلة جديدة من الغارات الجوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بتكثيف العدوان على ما اعتبرها اعتداءات من جانب حركة حماس وسائر الفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي أن عملية جوية استراتيجية تحت اسم الجرف الصامد قد بدأت. الغارات الجديدة أسفرت عن إصابة العشرات، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن من بين المصابين 2 جروحهم خطيرة و7 أطفال، موضحا أن 9 من الجرحى أصيبوا في غارة على منزل في بلدة القرارة بخان يونس. من جانبها أكدت حركة حماس أن المقاومة لن تسمح للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بأن يفرض شروطه على الشعب الفلسطيني. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لجرائم إسرائيل. على الجانب الآخر، أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة 10 صواريخ على جنوب إسرائيل، وطال القصف التجمع الاستيطاني الإسرائيلي غوشعة صيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت كتائب القسام أنها قصفت مواقع في أفكيم وأسدود وعسقلان ردا على العدوان، وهددت الكتائب بأنها سترد بتوسيع دائرة استهداف العدو إذا لم يوقف العدوان سياسة قصف المنازل فورا. هذا وقد طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، منبها إلى خطورة هذا التصعيد من جانب إسرائيل، داعيا إلى عدم جر المنطقة إلى مزيد من القتل والدمار وضرب المساجد. كل هذه أشياء. هذا وقد أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية سفير بدر عبد العاطي أعرب عن إدانة مصر لسلسلة الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة. وجدد عبد العاطي رفض مصر الكامل وإدانتها لكافة أعمال العنف التي تؤدي إلى إزهاق أرواح المدنيين من الجانبين، معربا عن مناشدة مصر الأطراف كافة ضبط النفس خوفا من مخاطر الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في ذكرى العاشر من رمضان، أكد أن الخطر الكبير الذي تتعرض له البلاد وراء القرارات الاقتصادية الأخيرة، مطالبا المصريين بمشاركته في تحمل المسؤولية الصعبة من أجل مستقبل أفضل للبلاد. وأشار السيسي خلال كلمته إلى أن هناك فصيلا يريد تدمير وهدم مصر، داعيا المصريين إلى النظر إلى ما يحدث في دول شقيقة باسم الدين، ومشددا على أن ذلك لن يحدث في مصر على الإطلاق. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لم تقتصر على الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة عسكريا فقط، بل تطرقت إلى تذكر بعض المواقف في هذه الفترة، لا سيما فيما يتعلق بوقوف الشعب مع القيادة السياسية والجيش لتحويل الهزيمة إلى نصر.
فالرئيس اعتبر أن ما تحتاجه مصر الآن من وقفة لا تقل عن وقفة العاشر من رمضان. شعب وقف وراء الجيش في الظروف ديت حتى تحقق 6 أكتوبر العاشر من رمضان اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة. وانا استدعيت حالتنا اللي احنا فيها دي وبقارنها بشكل او باخر يعني بالتاريخ ده. بهذه المكاشفة وقف السيسي عند حقيقة الوضع الراهن في مصر لا سيما اقتصاديا، مصارحا الشعب بأسباب لجوئه لقرارات تحريك الأسعار الأخيرة ورفع الدعم عن المحروقات جزئيا. فالرئيس أكد أن هدف هذه القرارات إنقاذ الوطن، مشيرا إلى أن مصر تدفع يوميا 400 مليون جنيه للدعم و600 مليون جنيه كفوائد للدين العام. القرار ده اتاخد وتعملت إجراءات كتير قوي عشان تقلل من تأثيره على الغلبان على الفقير. بعد اللي احنا عملناه ده كله احنا هنستلف تقريبا 250 مليار جنيه. الحديث عن الاقتصاد لم يكن الوحيد في كلمة الرئيس في ذكرى العاشر من رمضان، فالسيسي أحاط بكلمته الوضع الإقليمي والدولي خاصة في ظل التطورات الأخيرة في العراق وسوريا وما آلت إليه الأمور من سيطرة لبعض الجماعات على مناطق بأكملها هناك، محذرا بأن الوضع لا يمثل خطرا على المنطقة فحسب بل على المجتمع الدولي بأقطابه المختلفة. اوعوا تتصوروا ان ده هيبقى على قد المنطقة بس، لا هيبقى على قد المنطقة والدنيا. يعني الكلام ده يهم مش بس المجتمع العربي، لا يهم المجتمع الدولي كله، يعني يهم الأمريكان، يهم الروس، يهم الصين، يهم الأوروبيين. انتبهوا لما يحدث في المنطقة. المخاطر المحدقة بمصر والعالم العربي هذه الأيام اعتبرها السيسي تأتي من الداخل بنفس القدر الذي يمثله الخارج وأكثر. في فصيل ما يعرفش ربنا مستعد يهد الدولة المصرية، مستعد يهد الدولة المصرية وبيعمل على كده وبيعتقد ان ده حرب مقدسة. اوعى تنسوا يا مصريين بس، النهاردة استخدم الدين، بيستخدم الدين كأداة لتدمير الدول. الرئيس السيسي شدد ايضا على ضرورة القضاء على الانتهازية الموجودة حاليا واستغلال الفقراء، وقال إنه لن يستمر، مذكرا الإعلاميين بدورهم في الحرب التي تخوضها مصر من أجل نهضتها. مصارحة الرئيس وصلت إلى حد وصفه القرارات الاقتصادية الأخيرة بالدواء المر الذي يأتي بعده الشفاء وإن لم يكن بشكل عاجل. إذن هي خطوة قد تكون بحسب رشدة الرئيس هذه لحل الأزمة بمثابة النجاح في توقيف قطار كان يسير بأقصى سرعة دون قائد. وجه المهندس إبراهيم محلب الحكومة وكافة أجهزة الدولة بتكثيف وتجديد الحملات المرورية والخدمات الأمنية في كافة المواقع لضبط مخالفات السائقين ومنع استغلال الركاب برفع التعريفة، فضلا عن ضبط الأسواق وضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية. كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد استعرضت في اجتماعها المؤشرات المالية والنقدية وإجراءات البنك المركزي لضبط سوق الصرف. الحكومة تخصص 1.4 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطن المصري من خلال دعم المنظومة بألف أتوبيس المحافظات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء. المجموعة اتخذت قرار بتخصيص حوالي 1.4 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات بينها وبين بعضها. الهدف الأساسي هو أن احنا نكسر موضوع احتكار فئات معينة للنقل من خلال الميكروباصات. كما صرحت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي بأن الحكومة وقعت 4 اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بتخصيص 752 مليون دولار لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بمناطق أسيوط والقاهرة ودمياط. وقعت على 4 اتفاقيات الحقيقة مهمين جدا بمبلغ حوالي 752 مليون دولار لإنشاء 3 محطات كهرباء في أسيوط والقاهرة ودمياط، وأيضا لتطوير ورفع كفاءة حوالي 12 محطة للري والصرف.
وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات ترغب في تنمية المنطقة ما بين مدينة قفق بمحافظة قنا وحتى سواحل البحر الأحمر. هي غنية جدا بالثروات المعدنية، فالهدف أن احنا نستغل هذا المثلث، عشان كده بنسميه المثلث الذهبي، بالإضافة طبعا إلى أنه بيبقى فيه تنمية سياحية كبيرة في هذه المنطقة وأيضا تنمية صناعية. كما أكد المؤتمر على المتابعة المستمرة من الحكومة بعد تحريك أسعار الوقود. لم يكن هناك بد للحكومة سوى اتخاذ حزمة من الإجراءات للإصلاح المالي والضريبي وتوفير دعم الوقود للإنفاق على الصحة والتعليم والأجور والضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن تتحمل الفئات الأكثر غنى عبء الإصلاح. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قام بزيارة مفاجئة اليوم إلى سوق العبور للاطمئنان على أسعار مختلف السلع الغذائية التي تباع بالسوق. والتقى وزير الداخلية خلال الزيارة كبار التجار والبائعين للاطمئنان منهم على استقرار أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك بالسوق، وناشدهم مساعدة الحكومة في ضبط الأسعار وتنفيذ خطط التنمية والتطوير التي بدأتها لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري. هذا وقد أكد التجار والباعة عزمهم التعاون الكامل مع الدولة لرفع العناء عن المواطن البسيط ومحاولة توفير كافة السلع الغذائية له مع تحقيق هامش ربح بسيط. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل لدى وزارة الداخلية حمادة العربي. حمادة، كيف تابعت الزيارة المفاجئة لوزير الداخلية وتفاصيل هذه الزيارة؟ بالفعل تفاصيل هذه الزيارة تأتي نتيجة لاستمرار استراتيجية مؤكدة من وزارة الداخلية تهدف إلى التواجد الأمني المستمر على أرض الشارع. وزير الداخلية بدأ اليوم جولاته بمنطقة وقسم شرطة عين شمس، بالإضافة إلى قسم شرطة شرق المدى شرق القاهرة، بالإضافة بعد ذلك إلى محيط ميناء القاهرة، ثم توجه إلى منطقة سوق العبور. أهم ما جاء في هذه الجولة هو تأكيدات من وزير الداخلية على تكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية وضبط كافة العناصر الإجرامية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ذلك تنشيط الخدمات الأمنية المرورية وتنشيط دوائر الأقسام على مستوى الجمهورية. توجه بعد ذلك وزير الداخلية إلى منطقة سوق العبور، كان هناك حديث ودي ما بينهما بين التجار والموردين للسلع الغذائية إلى منطقة سوق العبور. التأكيدات كلها من وزير الداخلية للموردين على أن يكون هناك حس وطني ثابت لديهم، تعاون مشترك ما بينهم وما بين الحكومة لتقليل مسألة زيادة الأسعار والحد منها على أقصى تقدير، لرعاية الفئات المهمشة ورعاية الفئات محدودة الدخل خلال الفترة الحالية، مع تنشيط حزم اقتصادية تدفعها الحكومة لعمل توازن في السوق. وزير الداخلية أكد على التواجد المستمر على أرض الشارع، هناك استمرار للحملات الأمنية كما ذكرنا. جولات وزير الداخلية أصبحت بصورة يومية، نتحدث بالأمس عن جولة في محافظة الجيزة، اليوم جولة في مناطق بمحافظة القاهرة، سبقها مناطق اليوب وتقهلية. يعني هناك استراتيجية مؤكدة من وزارة الداخلية على استمرار التواجد الأمني بدءا من وزير الداخلية حتى جميع أفراد وزارة الداخلية، تواجد مستمر على أرض الشارع لحماية المواطنين، وتأكيد على رسالة وزارة الداخلية أنها تقف جنبا إلى جنب مع الشعب المصري في كافة مواجهاته، سواء مع ضد الإرهاب أو غلاء الأسعار أو ضبط الحركة المرورية والسيولة المرورية على أرض الشارع. موفد التلفزيون المصري إلى وزارة الداخلية حمد العربي، أشكرك شكرا جزيلا. أمر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بدفع أتوبيسات النقل الجماعي للقوات المسلحة لمواجهة أزمة استغلال السائقين بالجيزة. وتنقل خطوط القوات المسلحة المواطنين من الشوارع والميادين الرئيسية بأسعار رمزية، حيث تعمل اعتبارا من الساعة 6 صباحا وحتى 6 مساء. في استجابة سريعة من القوات المسلحة للمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين وتقليل الأضرار الناجمة عن استغلال بعض السائقين عملية ارتفاع أسعار الوقود ورفع قيمة الأجرة بدون ضوابط، قام جهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة بتسيير العديد من خطوط النقل الجماعية لنقل المواطنين من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق محافظة الجيزة، وذلك اعتبارا من 6 صباحا وحتى 6 مساء. الحقيقة المعاونة اللي عاونت بها القوات المسلحة
مواطني الجيزة اليوم معاونة جاءت في محلها وفي وقتها. الحقيقة وجود سيارات القوات المسلحة اليوم خلى فيه التزام كبير من سائقي الميكروباصات بالتعريفة الجديدة. المشروع اللي عمله الجيش ده لخدمة المواطنين في المواصلات عشان يقضي على تحكم السواقين ومغالتهم بعد رفع جزء من الدعم عن الطاقة، ده شيء كويس وبيشجع كل الشعب ان هي تساند الحكومة وتساند الجيش في كل مواقفه الجليلة. طبعا اللي هم عملوه كده لخدمة المواطنين وخدمة الشعب، واحنا طبعا بنشكرهم على المجهود واللي هم بيبذلوه بالنسبة لينا يعني كلنا. مش غريبة على القوات المسلحة اللي هي بتعمله في بلدنا، هي طول عمرها الجيش والشعب ايد واحدة، والجيش اللي عمل ولسه هيعمل ولسه الشعب منتظر منه يعمل كتير. في وقت الأزمة عشان يضبط الإيقاع بتاع الشارع ما يبقاش في فوضى، ويبقى في نفس الوقت يبقى في انضباط في الأسعار وفي انضباط في المواصلات. شكرا على تعاونه معانا، واحنا بنحب الجيش المصري طبعا بتاعنا. بصراحة خدمة ممتازة ويا ريتها تستمر. تأتي تلك الاستجابة انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه الشعب المصري العظيم. أكد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه لا زيادة في أسعار تذاكر رحلات القطارات سواء الوجه البحري أو القبلي. وتسعى الهيئة لتطوير الخدمة غير عبر زيادة عدد الرحلات وارتفاع نسبة التشغيل ل 90% لنقل نحو 1,250,000 راكب يوميا. قاطرة بخارية قديمة أول ما تقع عليه عيناك لدى دخولك إلى محطة قطارات مصر أو محطة رمسيس. المشهد يستدعي ذكريات وحكايات جميلة منذ سنوات كثيرة مضت، كان فيها السفر عبر القطار متعة وتجربة شائقة تحولت مؤخرا إلى معاناة وتجربة شاقة في أغلب الأحيان. سبق التذاكر قالوا ما فيش، وعاد جوه زحمة، في جوه بياعين جوه بيبيعوا منتجاتهم جوه. عدد القطارات قليل بالنسبة للناس اللي بتسافر، والمواعيد بتاع السفر عدد القطارات قليل جدا. يعملوا فيهم حمامات للناس بدل ما تبقى قاعدة في ريحة كريهة بالطريقة دي، يبقى في تكييف أو في أي حاجة تساعد المواطن إن هو يقعد في مكان نظيف ونقي. الخدمة نفسها لو عن طريق الإنترنت تحسن شوية عشان يبقى الحجز يبقى أسهل شوية، أوكي مفيش مشكلة. لكن المشكلة أنا قلت عليها من شوية موضوع التفتيش اللي على المحطات من بره. في محافظات معينة ما بيحصلش فيها الكلام ده، فممكن انا اكون معدي بشنطه فيها اي حاجه فممكن تعمل مشكله كبيره. يعني حلوه قوي قوي قوي، يعني احسن من الاول بكتير، يعني بدانا في التحسن الحمد لله. الزياده الاخيره في اسعار الوقود لم تطل قائمه اسعار رحلات القطارات الى الوجهين البحري والقبلي، رغم الخسائر التي تتكبدها السكك الحديديه منذ سنوات حسب مسؤولين. بحب اطمن الساده جمهور الركاب ان حقيقه حتى هذه اللحظه لا زياده في اسعار الركوب بقطارات السكك الحديد. بين سندان الاهمال ومطرقه شح الموارد الماليه، تسعى الهيئات القوميه لسكك حديد مصر للبقاء جاهده منافسا قويا لوسائل النقل الاخرى. محاولات التطوير وتحسين الخدمه لا تتوقف من قبل المسؤولين بعد ارتفاع نسبه التشغيل التي تاثرت منذ احداث فض اعتصامي رابعه والنهضه العام الماضي ودخول جرارات وعربات جديده للخدمه. تم دخول عدد 60 قطار محطه القاهره، بالاضافه الى تشغيل برضو خط الإسماعيلية السويس بعدد 12 قطار، إجمالي هذه القطارات 60 قطار اللي هو فعلا تم تشغيله من السبت الماضي. حاليا وصلنا ل 90% من قطارات محطة القاهرة تشغيل فعلي. يذكر أن السكك الحديدية في مصر تأسست عام 1853، وهي بذلك ثاني أقدم واحدة في العالم بعد البريطانية، تنقل يوميا 1,250,000 راكب، بالإضافة إلى البضائع والبريد والصحف. بلغ طول شبكة خطوطها نحو 1900 كيلومتر، يعمل بها 86,000 موظف ومهندس وعامل وفني. علاء رشوان، النيل. قال سفير السوداني الجديد بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم إن رئيس عمر حسن البشير سيقوم بزيارة إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح السفير أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره السوداني. وكشف عبد المحمود أن القضية قضية سد النهضة الإثيوبي يمكن أن تحل في إطار ثلاثي.
تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى. وتضم القضية 220 متهما أبرزهم محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهما تتضمن ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها للإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. كما تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع و50 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات 4. ويواجه المتهمون في القضية تهما تتضمن إعداد غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي 4 العدوية والنهضة وإشاعة الفوضى في البلاد، وكذلك التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. تستأنف اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بتجمع الخامس محاكمة 12 متهمين في 3 قضايا تحرش وهتك عرض فتيات بميدان التحرير أثناء احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم خطف الضحايا وهتك أعراضهن بالقوة وتعذيبهن بدنيا وسرقتهن بالإكراه والشروع في قتلهن واغتصابهن. قتل مسلحو تنظيم داعش عددا من قياديي الفصائل المسلحة بعد رفضهم تقديم البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. ومن جانبه دعا نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار للتحالف مع الفصائل المسلحة بالمدينة من أجل طرد تنظيم داعش من العراق، وأشار إلى أنه أبلغ الجانب الأمريكي بضرورة التدخل لتنفيذ ضربات جوية على معاقل تنظيم داعش. في غضون ذلك بث التنظيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بث صورا لعمليات تفجير لمجموعة من المراقد أو الأضرحة ودور العبادة الشيعية نفذها في محافظة نينوى. وعلى خلفية مقتل عدد من قيادي الفصائل المسلحة على أيدي تنظيم داعش، معنا المزيد من المتابعة من العاصمة العراقية بغداد حيدر الأسدي مراسل أنيل هناك. حيدر، ما هي آخر تطورات الوضع لديك في العراق على ضوء التطورات الجارية حاليا؟ يعني قبل قليل أنهى قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن تقدم كبير في قوات الجيش العراقي في مدينة تكريت واشتباكات متواصلة وضرب وقصف لمعاقل المسلحين في تكريت وفي مناطق أخرى بناء على ما قال عنه معلومات استخباراتية أدى بها بعض المواطنين أو زود المواطنون بعض القوات الأمنية على هذه الأماكن، وهذا يشير إلى أن المواطن العراقي بدأ يدرك خطورة هذه التنظيمات من خلال الممارسات التي يقوم بها عناصر هذا التنظيم، ومن بينها عمليات قتل من لا يبايعهم وأيضا هدم دور العبادة والمواقع الأثرية. كل هذا بالتأكيد سيؤدي إلى انقلاب على هذه الجماعات، ومن ثم كما شاهدنا في عام 2006 و2007 بروز صحوات أو عمليات مضادة من قبل المسلحين العراقيين وليس الأجانب القادمين من الخارج لطرد هذا التنظيم بمساعدة القوات الأمنية. هل من أصداء لديك عن أحاديث مثارة حول استثمار ما يجري حاليا لطرد تنظيم داعش من العراق وأي تدخل مزمع للقوات الأمريكية في هذا الشأن؟ لا أحد هنا يعول على القوات الأمريكية، بل إن حتى الذين لا يرغبون بوجود داعش لا يفضلون أن تتدخل القوات الأمريكية مجددا، على اعتبار أن هذه القوات هي من أدت في العراق لهذه الكارثة، فبالتالي لا أحد يرغب ولا يعول على تدخل أمريكي، وإنما الجميع يعول هنا على الحل العراقي وأيضا الانتفاضة التي من المتوقع أن تحصل على هذه الجماعات من قبل التنظيمات المسلحة العراقية والفصائل المختلفة أو حتى من المواطنين.
نعم حيدر الأسدي متابعا من العراق، شكرا جزيلا لك. إلى الملف السوري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بدء عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية منذ أمس الاثنين، وذلك على متن سفينة كيبري الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط. وقال ستيف وورن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن عملية التدمير ستستغرق حوالي 60 يوما، مشيرا إلى أن وتيرتها سترتبط بالظروف الجوية في منطقة وجود السفينة. كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت أنه سيتم إتلاف جميع المخلفات الناجمة عن عملية تدمير المواد الكيميائية على متن سفينة المزودة بأجهزة مخصصة لذلك وفي منشآت خاصة حسب ما تقضي المعايير الدولية. بانوراما النيل لازالت مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل المرشح الرئاسي في أفغانستان عبدالله عبدالله يعلن فوزه في جولة الإعادة بالانتخابات، رافضا النتائج التي أشارت لتقدم منافسي أشرف غني عليه. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية الجرف الصامد في غزة وإصابة 22 فلسطينيا في سلسلة غارات جوية على القطاع. في كلمته بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، السيسي يدعو المصريين لمشاركته في تحمل الظروف الصعبة من أجل مستقبل أفضل للبلاد. مسلحو داعش يقتلون عددا من قيادي الفصائل المسلحة بالفلوجة لرفضهم تقديم البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. ووقفتنا التالية في بانوراما النيل مع أخبار المال والأعمال. يصحبكم في هذه الجولة الاقتصادية زميلة حنان الخولي، تفضلي حنان. شكرا لكم مريم ولميس. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية من بانوراما النيل وأبرز ما فيها. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقول إن رفع أسعار الوقود في مصر له مردود إيجابي على وضعها الائتماني. إلى التفاصيل، ومع تصريحات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي أعلنت أن رفع أسعار الوقود في مصر له مردود إيجابي على وضعها الائتماني. ذكرت الوكالة في بيان لها أن زيادة أسعار الوقود تشكل خطوة مهمة نحو تقليص الدعم الذي يساهم في العجز الكبير بالموازنة، واصفة هذا العجز بأنه نقطة ضعف رئيسة في التصنيف الائتماني. ويأتي هذا في حين أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل أكد على انتظام ضخ إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت بمختلف محافظات مصر، مشددا على استمرار المتابعة الدقيقة لاحتياجات السوق. وبعد أيام من قرار رفع أسعار الوقود، لا تزال ردة الفعل متباينة بين مؤيد ومعارض. ارتفاع أسعار الوقود قرار يحمل أبعادا مختلفة، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة في تعريفة ركوب سيارات السرفيس سواء داخل القاهرة أو منها إلى الأقاليم. تتراوح نسبة الزيادة في التعريفة ما بين 15% إلى 20% لجميع الرحلات، وذلك تحت رقابة مستمرة من الأجهزة التنفيذية. ورغم الإجراءات الاحترازية، إلا أن هذا القرار لقى ردود فعل متباينة من جميع الأطراف. الحاجة من 2 جنيه العربية اللي كنت بركبها ب 2 جنيه دفع امبارح 3 جنيه فيها، من عندنا من خصوصي لغاية الزاوية 3 جنيه، حرام ولا حلال؟ حنان مثلا هو غلى البنزين، السواق بيغلي الاجره الضعف، طب احنا نعمل ايه حالا؟ يعني كان المفروض نستنى شويه
وبعدين كان مفروض نحارب الفساد وناخد ضرائب من رجال الاعمال وخطوات كتيره جدا قبل ما نعمل، لان اللي هيضر المواطن البسيط. زياده تعريفه المواصلات في عيون السائقين لا تتناسب مع متطلبات السيارات من اعمال الصيانه وقطع الغيار، وهو ما اثار استياءهم. بطاريات وكاوتش وزيوت وشحوب والكرات عايزه تزيد، وكل حاجه زادت. طب انا زودت جنيه وما اقدرش ازود اكتر من الجنيه لان في مساله قانونيه. كانت 6 جنيه رفعناها جنيه بس عشان برضو الزبون يتقبل، انما ما فيش مشاكل مع الركاب. الركاب بصراحه معانا عارفين ان كل حاجه زادت، فغصب عننا لازم نرفع. في ناس بقى متقبله الوضع وناس رافضاه، ولكن الحمد لله المفروض ان دي بلدنا كلنا نستحمل يعني. ويرى مراقبون أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة ضرورية بهدف إصلاح منظومة الدعم الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة للدولة، داعين الشعب إلى التكاتف ودعم قرارات الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد. أسماء حسن، النيل. أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم إلغاء السلع التموينية بل تمت زيادتها. وأوضح الوزير أن النظام الجديد لتوزيع السلع التموينية من الشهر الجاري يتضمن تحديد دعم المواطن على البطاقة التموينية بقيمة 15 جنيه شهريا، يختار المواطن بها ما يناسب احتياجاته من خلال إتاحة 20 سلعة غذائية وغير غذائية بأسعار مدعمة. وطالب وزير التموين من لا يحمل بطاقات تمويلية باستخراج بطاقات صرف خبز، علما بأنه ستتواجد لجنة عند كل مخبز لبيع الخبز إلى أن ينتهوا من استخراجها. كما سيتم استخراج بطاقات صرف عيش أو خبز للشركات والمصانع لتوفير الخبز للعمالة الوافدة. في السياق ذاته أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق على قيام الوزارة بإجراء تعاقدات طويلة الأجل مع ممثل جمعيات الأسماك بأسوان. تتضمن التعاقدات شراء ما يتراوح ما بين 20,000 إلى 30,000 طن من الأسماك من أنواع مختلفة، مشيرا إلى طرحه بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة. كان وزير التموين قد عقد اليوم اجتماعا مع رئيس جمعية أبناء أسوان للصيد الأسماك وممثلي من الصيادين بهدف كيفية الاستفادة من إنتاج أسوان السمكية. نتحول للبورصة المصرية والتي صعدت مؤشراتها الرئيسة اليوم بصورة جماعية منتصف تداولات الثلاثاء بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب. وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 2 مليار جنيه. قررت شركة رويال داتش شيل عدم ضخ مزيد من الاستثمارات في مشروع كيدان السعودي لتطوير الغاز، لتعقد بذلك جهود أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لاستغلال احتياطها الضخم من الغاز. ولم تذكر شيل السبب وراء قرارها بالانسحاب من المشروع المشترك في منطقة كيدان بصحراء الربع الخالي في جنوب شرق السعودية. وقد قدر وزير البترول السعودي علي النعيمي احتياطيات الغاز غير التقليدي في المملكة بما يزيد على 600 تريليون قدم مكعبة، أي أكثر من مثلي احتياطياتها المؤكدة من الغاز التقليدي. مشاهدينا، انتهت هذه الوقفة الاقتصادية. شكرا للمتابعة، وعودة مرة أخرى لمتابعة بانوراما النيل مع ريهام ولميس. إليكما، شكرا لك حنان. نتواصل معكم على مدار هذه الفترة. أعلن المرشح الرئاسي في أفغانستان عبد الله عبد الله اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية، رافضا النتائج التي أشارت إلى تقدم خصمه أشرف غني تقدما كبيرا عليها. هذا الأمر الذي ينذر بانزلاق البلاد للفوضى، وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد حذر من أي محاولة للاستيلاء على السلطة في أفغانستان بشكل غير مشروع، مهددا بقطع بلاده للمساعدة المالية والأمنية. وأشار كيري إلى أن واشنطن تنتظر من الهيئات الانتخابية الأفغانية إجراء تحقيق شامل للتحقيق في مزاعم وقوع عمليات تزوير في الانتخابات.
قتل اليوم 16 شخصا بينهم 4 جنود من حلف الأطلسي الناتو في هجوم انتحاري في إقليم باروان شرقي أفغانستان. وتبنت حركة طالبان الهجوم مؤكدة أن أحد عناصرها فجر نفسه قرب دورية لحلف الناتو. كما خلف الهجوم 12 قتيل من المدنيين من بينهم 2 من رجال الشرطة الأفغانية. وينشر حلف الناتو نحو 50,000 جندي في أفغانستان من المقرر أن تنتهي مهمتهم القتالية بنهاية هذا العام. أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن بلاده ستحتاج مستقبلا إلى 190,000 آلة طرد مركزية. هذا فيما تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص هذا العدد إلى 10,000 آلة فقط، تزامنا تتواصل في فيينا المفاوضات بين طهران والقوى الغربية أملا في التوصل لاتفاق نهائي يضمن الطابع المدني للبرنامج النووي الإيراني قبيل 20 يوليو الجاري. نشرتنا مستمرة مع حضراتكم، نتابع فيها المزيد من الأحداث بعد الفاصل. منطقة الحسين بالأزهر منطقة جذب رئيسية للمصريين خلال شهر رمضان المبارك.